بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله المحاضرة دي عن الهولو بلوك سلاب. زي ما اتكلمنا في طريقة شرح السوليد سلاب، احنا قلنا في السوليد سلاب الاحمال بتتنقل من البلاطة للكمرات، ومن الكمرات بتتنقل اللي هي باشمهندسين بتتنقل دايركت على طول للاعمدة، ومن الاعمدة للاساسات. في الفلات سلاب الموضوع اختلف شوية، من البلاطات مباشرة، الأحمال بتتنقل من البلاطات مباشرة للأعمدة. واتفقنا إن سمك الفلات سلاب أكبر نسبيا من سمك السوليد سلاب، فبالتالي احنا قلنا سمك الفلات سلاب بيفضل يزيد معاك. أنا وليكن مثلا أنا هستخدم وليكن مثلا على سبيل المثال أنا عندي البحر مثلا 7 متر، فاذا هستخدم الفلات سلاب، فمع الحسابات والكلام ده كله ده طلع سمك الفلات سلاب وليكن 26 سم، فزودنا البحر شويه فالسمك زاد والتسليح طبعا بيزيد. فانا بكلمك على سبيل المثال، فالسمك زاد بقى كبير، فالسمك بقى 30 سم. طيب الاحمال زادت والبحور زادت، فبالتالي خلاص هتقول لي يلا نقوم نزود السمك بتاع الفلات سلاب. فالسمك بتاع الفلات سلاب هنا بقى زاد، انا ما عنديش مشكله، بس فيه مشكله تانية. انا لما زودت سمك الفلات سلاب، ما هي كل دي يا باشمهندس في الاخر خرسانه، وانا عمال ازود في سمك الفلات سلاب. معناها لما بزود سنتي واحد في مساحه زي كده، شوف انت بتزود كام طن على الاحمال بتاعتك. انت اوريدي انت لما بتزود، يعني طبيعي انت لما بتزود في سمك البلاطه انت بتزود في الاحمال المفروض الاعمده دي تشيلها، تمام؟ فالله انا كده كل ما يعني انا بزود السمك عشان الاعمده، عشان البلاطه تقدر تشيل حمل اكبر، ولم مش نا وناسي ان انا لما بزود السمك بعمل احمال اضافيه. طب ايه المشكله دي؟ المشكله بقى اقدر اتغلب عليها بايه؟ ان انا انقي اجزاء من البلاطه مش فعاله قوي، واقول لك والله انا فعلا هزود السمك، هخلي سمك البلاطه دي 33 سم او 35 سم، سمك البلاطه 35 سم، وهنقي اجزاء من البلاطه وهشيلها واسيب مكانها فراغ، والاماكن دي مش مقصره معايا. هي دي بالمختصر المفيد فكره الفلات سلاب. فلما جيت عملت البلاطه اهي، وليكن سمكها مثلا 33 سنتي او 35 سنتي زي ما باين في الصوره، جيت شايل اجزاء من البلاطه اهي وحاطط بدلها فراغات. هتقول لي فين الفراغات اللي باينه دي؟ الفراغات اللي قدامك اهي عباره عن طوب احمر، بلوكات مفرغه من جوه، من قلبها مفرغ هوا. البلوكات دي وزنها خفيف جدا مقارنه بالخرسانه طبعا، فيعتبر انا بفرغ مكانها. وفي ناس بتعمل ايه؟ بتحط فوم. طبعا هنتكلم مزايا وعيوب الفوم، هنتكلم عليها ان شاء الله، واقول لك ليه ما بنستخدمش فوم وليه لا يفضل الفوم، مع ان الفوم وزنه اخف من وزن الهولو بلوك مقارنة يعني بالهولو بلوك، بس برضو البلوكات المفرغة وزنها خفيف جدا. طيب فوصل الموضوع معايا لان انا بشيل اجزاء من الخرسانه وبحط مكانها فراغ او بلوكات، اتحول الموضوع معايا لان هو بقى نظام ان انا اشيل البلوكات الاماكن من الخرسانه واحط بلوكات. النظام ده بقى اسمه ايه؟ اسمه الهولو بلوك سلاب. الهولو بلوك سلاب لما جينا واتطور معانا مع الوقت والمصممين طوروه، طلع عندي نوعين من الهولو بلوك سلاب، وان واي هولو بلوك سلاب وتو واي هولو بلوك سلاب. معنى ايه الكلام ده؟ بيقول لك والله انت لما بتيجي على شريحه زي دي كده وتفضيها اهي، حطيت مكانها بلوكات اللي هي اللي لونها احمر دي، وشريحه زي دي كده بتفضيها، وشريحه زي دي كده بتفضيها، وشريحه زي دي كده بتفضيها، بيفضل لك ايه بين البلوكات دي؟ بيفضل لك حاجه اسمها اعصاب. الاعصاب دي هي اللي بتشيل حمل البلاطه بمنتهى البساطه، هي اللي بتشيل الاحمال. يبقى لما انت فرغت البلاطه كده يا باشمهندس اهو، فرغت جزء اهو وجزء اهو وجزء اهو، فاضل لك ايه بين البلوكات؟ فاضل لك حاجه اسمها اعصاب او الربس.
الريبس دي او الاعصاب دي هي اللي بتشيل الاحمال وبترميها على ايه يا باشمهندسين؟ بترميها على اجزاء البلاطه دي واجزاء البلاطه دي. قال لك استنى، ما ينفعش جزء البلاطه ده يكون تسليحه، تسليحه هيبقى شكله عامل ازاي؟ ما هي دي كده خلاص مفرغه، ما فيهاش حديد تسليح، تمام، الحته دي مفرغه. فيقول لك والله انا هسلح الجزء ده كما لو كانت قمره مخفيه، يعني فيها ساقط ومعلق عادي خالص. يبقى الاجزاء دي كده يا باشمهندسين ايه؟ قمرة مخفية، قمرة عادية خالص. الأجزاء دي كده عبارة عن إيه؟ قمرة مخفية. يبقى أنت عندك النظام دلوقتي اتضح معاك شكله إيه؟ مش هنتكلم في بلوكات، البلوكات دي فراغات. يبقى بين الفراغ والفراغ إيه يا باش مهندسين؟ أهو بين الفراغ والفراغ رب، عصب، أدي عصب وده عصب. العصب ده هو اللي بيشيل الأحمال اللي جاية عليه من فوق، والعصب بدوره بيرمي الاحمال على ايه يا باشمهندسين؟ على القمره المخفيه دي، الهيدن بيم دي والهيدن بيم دي، تمام يا باشمهندسين؟ كده الموضوع يعني اتضح واحده واحده. يبقى انت عندك عصب بيرمي الحمل على ايه؟ على الهيدن بيم اليمين والهيدن بيم الشمال. طيب هل اول حاجه، هل القمره دي لازم تبقى هيدن بيم؟ لا طبعا، القمره دي مش لازم تبقى هيدن بيم، ممكن تبقى بروجكتد بيم، قمره ساقطة عاديه خالص، تمام. الفكره في النهايه ان هي تبقى قمر، تمام. ادي اول حاجه. تاني حاجه، بالشكل اللي احنا شايفينه ده اقدر اسمي، يعني تقدر تقول لي الاحمال بتتوزع على انهي اتجاه؟ على الاتجاه ده بس، يبقى دي اسمها وان واي هولو بلوك سلاب. الاحمال بتروح في الاتجاه ده، بترمي على القمره دي والقمره دي. طب البلاطه اللي جنبها الاحمال بتروح هنا وبتروح هنا، طب البلاطه دي الاحمال بتروح هنا وبتروح هنا. يبقى في الحاله دي البلاطه دي اسمها ايه؟ وان واي هولو بلوك سلاب. تعال بقى نشوف التو واي. شايف يا باشمهندسين الجزء ده كده اهو، المربعات دي عباره عن اعصاب متقاطعه مع بعضها، اعصاب في اتجاه اكس واعصاب في اتجاه واي. دي اسمها ايه يا باشمهندسين؟ تو واي سلاب، تو واي هولو بلوك سلاب. يبقى ادي التو واي اهي، اعصاب كده اهي، اعصاب كده واعصاب كده. يبقى الاعصاب بترمي في الناحيه دي واعصاب بترمي في الناحيه دي. يبقى في الحاله دي اسمها تو واي هولو بلوك سلاب. الحاله دي اهي، دي الوان واي اهي، وان واي هولو بلوك سلاب. زي ما حضرتك شايف في الصوره برضو دي الصغيره دي، دي وان واي اهي، الاعصاب كلها في اتجاه واحد، يبقى دي وان واي. طيب بعمل حاجه انا كده، بعرفكم عن النظام الانشائي سريعا، يعني احنا كده بنشرح النظام الانشائي بسرعه. تعالوا نشوف حاجه تانية كده اهي. بص كده يا باشمهندسين، هنا انا عايز اسالك سؤال الاول. تعالى، عايز اسالك، لا دي مش رب. كنت عايز اقول لك في الفكره، انهي الاقوى، الوان واي ولا التو واي؟ طبعا التو واي اقوى من الوان واي، لان التو واي بيرمي في كذا اتجاه، فبيوزع الحمل بتاعك على البارامتر بتاعك، على المسطح كله، اقوى طبعا من الوان واي. طيب في حالات بنضطر ان احنا نعمل فيها وان واي، ان المساحه تكون ضيقه، زي ما هنشوف بعد كده امتى بنختار الوان واي وامتى بنختار التو واي. وفي حالات البلكونات زي كده لازم تبقى وان واي. طيب لو عندك مساحه زي دي كده وعملتها وان واي، الريب ده العصب ده في الاول وفي الاخر بيتسلح كانه قمره، بسخين من تحت وسخين من فوق، قمره عاديه. ما هو كل العصب ده ما يبقى طويل، كل ما هيبقى فيه ترقيم معايا، هيلب معايا، فبتعمل له حاجه اسمها عصب تقويه في النص. عصب تقويه في النص، يعني العصب ده كده اهو، ده كده انا شايفه من الصوره ان هو كبير قوي، فالمفروض انك تعمل له عصب تقويه كده في النص. العصب ده يقوم رامي هنا كده ويقوم رامي هنا كده. هو ما بيرميش، هو مش وظيفته ان هو يرمي حمل، لا وظيفته ان هو يقوي او يدعم العصب الطويل. الكلام انا بكلمه لك ببساطه جدا وبطريقه مبسطه جدا عشان الناس كلها تفهم، ودي احسن حاجه يعني في المحاضرات بتاعتنا ان احنا بنتكلم ببساطه وما بنتوهش الدنيا، تمام. يبقى ده الحاجة التانية. احنا كده اتكلمنا امتى بنحط البلوكات، ايه فايدة البلوكات او ايه فكرة البلوكات. عندنا اتكلمنا عن الاعصاب الوان واي والتو واي، والوان واي قلنا بنحط فيها عصب تقوي. الحاجة التانية، بيبقى فيه فوق الاعصاب دي بلاطة بسمك صغير جدا من 5 سم ل 10 سم، غالبا الناس كلها بتعملها 10 سم.
يفضل ان هي ما تقلش عن 7 سم، تمام؟ لكن الكود بيقول لك ممكن تعملها 5 سم. البلاطه دي مجرد مرايه عشان توزع الحمل بس، هي ما بتشيلش حمل، هي بتوزع الحمل على الاعصاب، تمام؟ يبقى بلاطه صغيره بتوزع الحمل على الاعصاب بتاعتك، والاعصاب بتنقل الحمل للقمرات المحيطه، القمره اللي حواليها سواء كانت هيدن بيم او بروجكتد بيم او قمره مقلوبه، ما عنديش مشاكل. الهيدن بيم بقى دي او القمره الساقطه بترمي حملها فين يا باشمهندسين؟ بترمي حملها على الاعمده زي ما احنا شايفين كده. ادي عندك الاعصاب اهي يا باشمهندسين، الاعصاب رمت حملها على البلاطه دي، على الاسف على القمره المخفيه دي وعلى القمره المخفيه دي، وادي العصب، عصب التقويه في النص اهو، تمام. القمره بقى الساقطه، القمره المخفيه دي رمت حملها فين يا باشمهندسين؟ رمت حملها على العمود اهو، ورمت حملها على العمود ده اهو. وشرط ان القمره المخفيه يكون عرضها اكبر من عرض العمود اللي هترمي عليه. القمره المخفيه عرضها يكون اكبر من عرض العمود، ادي عرض القمره المخفيه اهو، يكون اكبر من عرض العمود اللي هي هترمي عليه.